السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درس جديد من سلسلة تعلم برنامج الكوباديس كما كتشوفوا في عنوان لا فيديو. فالفيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون حول كيفاش نرسمو واحد لو طابلو دو بوان. هنا بجانب لو ديسان ديالنا هاد لو طابلو دو بوان كنشوفوه بزاف في لي بلون سيغ شونتي، يعني في لي بلون كيصاوبو لي فيرو دو شي، وكيساعد في لامبلونطاسيون ديال لي ديسان سيغ لو تيغ. دونك اول حاجه كيف ما العاده كنجيبو لي بوان ديالنا او الرسم ديالنا او اللي كان. انا بالنسبه لي نجيب ان بلون كوتي شارج مون سومي فوالا تروا دي دائما دو ديسيمال، يعني دو شيفر ابري لا فيركول ارقام من بعد فاصله. انا هي رون بلاسي بيسكو ديجا عندي واحد وي اتوت. اذا فوالا ها هو جاني البوان. اذا هنا دوبل كليك باش تجيو الشاشة كاملة. إذا فوالا ها هما الآن، ها هما لي بوان ديالي. إذا هادو هما لي بوان ديالي. إذا شنو ندير؟ كوفاديس دو دي بوان توبوغرافيك، وغنمشيو لهنا بوان توبوغرافيك، غنمشيو لهنا ديسيني أن طابلو دو بوان، ديسيني أن طابلو دو بوان. اذا فوالا انا تيقول لك سيليكسيون مانيوال، وي بغيت ندير سيليكسيون مانيوال باش ندير توت لي بوان ديسان، يجيني طابلو كبير. اذا هنا غنختار دائما لو كالك و لو بلوك فين كاينين لي بوان ديالي، سيليكسيون مانيوال اوكي. اذا ندير مثلا غير هاد سبعة لي بوان ليست اونتري. اذا فوالا من بعد ما تندير اونتري اوتوماتيكمون كيقول لي لو كالك اللي غتحط فيه شنو غتسميه. نسميه انا ليستينغ الطابلو. كولور ديال الكالك نخلوه بالبيض، ها هو ممكن لكم تموديفيو بلو اللي بغيتو. هنايا تيب ديكريتور او لو شوا كتختار تيب ديكريتور سوا ستاندار سوا انوتاتيف عذرا. هنا لا هوتور دي تكست، مثلا لا هوتور دي تكست نختارو مثلا 4 كوف ليكار اونتر دو لين نختارو مثلا 7. هذا هو اكزومبل. اذا نديرو اوكي. هنا تيقول لي بوان هوت غوش دي طابلي، يعني الجهة العليا في اليسار، فوالا هي هادي. اذا فوالا على طابلي. اذا لاحظتو معايا هذا هو لو طابلو ديالي، يعني خدا جميع لو بوان اللي اختاريت كيما لاحظتو. اذا نعاودوها طاب فيلتر المانيوال، نختارو كيف العادة لو بلوك تيب، يعني نو بوان توبوغرافيك و لو بلوك ديال لي بوان. اوكي سيليكسيون مانيوال قالك اختار لي بوان. اذا نختار هاد دو بوان مثلا اونتري نفس لي بارامتر. اوكي بوان اوت غوش اختار 4 ديال لي بوان. اذا 4 ديال لي بوان. بوكو 4 ديال لي بوان باسكو عندي هاد لي بوان سو سون دي بوان دوبل، يعني بوان فوق بوان. اذا ما حيتش انا لي بوان دوبل في الاول دونك مي سي با زان بروبليم. اذا اليوم شفنا لا كوموند كيفاش تكري ان طابلو دو بوان وسط لو ديسان ديالك. اذا شكرا للمتابعه ديالكم، وما تنساوش تجيو لا فيديو وتبارطاجيوها مع اصحابكم وتابونو في لاشين. و الى احتاجتو اي حاجه في برنامج كوفاديس خلوه لي في كومونتير. كان معكم حمزه الفضيلي وشكرا للمتابعه.